احنا في اجواء راس السنه صحيح، بس موضوع القدس ده يعني احنا بما ان الامر غير الامر الواقع غير، احنا لاولادنا واولاد ولادنا هنعلمهم ان القدس عاصمه فلسطين وهتفضل عاصمه فلسطين. ده حقيقي، ده حقيقي. قال لك ايه؟ ما هو الواقع احمد غير. احمد فؤاد نجم له قصيده شهيره جدا بيقول فيها: الخط ده خطي والكلمه دي ليا، غطي الورق غطي بالدمع عينيا، شط الزيتون شطي والقدس عربي. عربية. يا ياسمينة خرجيني من المود ده والنهاية. صعب يعني، انا يعني انت خرجيني من المود. انا خرجك؟ يعني يلا عينك ليالي الصيفية بقى. عينك ليالي الصيفية.